والجمال عليكم، صباح التفاؤل وصباح يوم جديد مليان خير وبركه باذن الرحمن. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلد ديوكا المعنونه على شبكه قنوات بي ام سي وبالاخص بي ام سي فود. اهلا بيكم في مطبخ جديد، اهلا بيكم في وصفات جديده سهله وسريعه ومش هتاخد وقت، وصفاتنا كلها على قد ايدينا وعلى قد جيوبنا كمان. هنعمل ايه النهارده؟ هنبدا بالحلو، والحلو دايما للحلوين وهم متابعي البلد ديوكا. هنبدا بالبراونيز. البراونيز النهارده متقدم من دريم، مسهلين علينا الدنيا خالص، ومدينا الخليط بتاع البراونيز، ومدينا كمان هديه جوه العلبه علشان نحنا نعمل صنف جديد بالبراونيز. وهو ايه؟ العلبه فيها كيس الخليط بتاع البراونيز، تمام؟ نمشي على نفس المكونات اللي مكتوبه على العلبه هناخد نتيجه هايله. نمشي على المكونات اللي مكتوبه على العلبه هناخد نتيجه هايله. كمان معانا هديه، ايه الهديه بتاعتنا؟ حاطين فيها كيس كريم كراميل من دريم بالصوص الكراميل بتاعه. كيس كريم كراميل من دريم بالصوص الكراميل بتاعه، وعلى العلبه كمان من ورا كمان مدينا وصفه بكيس الكراميل اللي جوه، ان احنا نعمل البراونيز وفي نفس الوقت نروح عاملين الكريم كراميل من عليه، بقى عندنا قدره قادر بالكريم كراميل. فكره هايله جدا وسهله وبسيطه ما فيهاش اي مشكله. تمام؟ هنعمل ايه او ايه اللي مكتوب على العلبه النهارده؟ مكتوب ان احنا مع علبه براونيز من دريم هنحتاج تلت كوبايه ميه، بيضه كبيره او بيضتين صغيرين، ومعانا تلت كوبايه زيت مع الخليط بتاعنا، اكتر من كده مش عايزين. حته التزيين دي احنا هنشوفها نزينها ازاي وهنقدمها ازاي بشكل مختلف. هنبدا بايه؟ هننزل المقادير بتاعتنا دلوقتي ونشوف هنبدا بايه. كل اللي هحتاجه عايزه بوله وعايزه مضرب كهرباء، ما عنديش مضرب كهرباء، ممكن استخدم المضرب السلكي العادي. كل اللي هحتاجه علبة براونيز من دريم، تلت كوباية مية، وتلت كوباية زيت، وبيضتين صغيرين. طبعا الحجم عندنا صغير فهنستخدم بيضتين، لو البيض كبير هنستخدم بيضاية واحدة. مقادير سهلة وبسيطة جدا ما فيهاش أي مشكلة وموجودة الحمد لله في كل بيت. عندكم الخير كله يا رب. بصوا كده، آدي بسم الله الرحمن الرحيم، آدي البيضتين لو صغيرين، لو البيض اللي عندك كبير استخدمي واحدة بس. وادي تلت كوباية الزيت وتلت كوباية المية، اكتر من كده مش عايزة. وادي كيس الخليط من البراونيز من دريم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ نفضي كده، مش محتاجين ان احنا نضرب البيض والزيت والميه الاول وبعد كده نحط الخليط، لا، نمشي بنفس المكونات او بنفس الخطوات اللي مكتوبه على العلبه علشان ناخد نتيجه ممتازه. ونبدا ان احنا نضرب الهديه بتاعه دريم اهي، ادي كيس كريم كراميل وادي الصوص بتاعه. عايزه بقى تعملي البراونيز لوحدها وتقدميها زي ما هنقدمها النهارده وتستخدمي الكريم كراميل كوصفه لوحده زي ما انت عايزه، عايزه تعملي البراونيز وتعملي الكريم كراميل كقدره قادر بالبراونيز هيطلع معاكي في منتهى الجمال. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل ايه. عندنا مضرب الكهرباء، قلب بس كده، نخلط كده مع بعض بالراحه عشان الخليط ما يطرش. اول 5 دقايق على سرعه هاديه وبعد كده نعلي السرعه، بسم الله. او اول دقيقه على سرعه هاديه وبعد كده نضرب لمده 5 دقايق. بصوا الخليط عامل ازاي، بس كده سباتشولا. ننزل كل اللي في الجوانب علشان نتاكد ان مفيش حاجه ما اتضربتش معانا. بصوا الخليط عامل ازاي، متهيألي مفيش ولا اسهل ولا احسن من كده. بسم الله. ونجيب طاجن البايركس بتاعنا. عايزه بقى، طيب احنا ممكن يا شباب ناخد واحد اصغر من ده،
عشان تطلع عندنا عالية شوية. ممكن طب انا هنا في البيت ما عنديش طاجن بايكس، هعمل ايه؟ مش هعمل براونيز؟ لا اعمل براونيز طبعا. طب اعمل ايه؟ انا ما عنديش غير صواني مثلا المونيا صغيره او صواني المونيا كبيره. اعملي على قد الخليط بالشكل ده كده، نعمل كده. وعايزه دهنه بسيطه من الزيت. طب يا شباب هندخل طاجن بايركس صغير وازازه زيت لو سمحت، يعني مربع صغير وازازه الزيت. انا ايه اللي خلاني لو انا مثلا ما عنديش صينيه بايركس او طاجن بايركس وعندي صواني المونيا، نختار الصينيه المربعه بلاش المدوره. ليه؟ علشان نبقى واخدين شكل البراونيز بالظبط زي ما هو موجود كده على علبه دريم. بصوا شكل البراونيز عامل ازاي، انا عايزاه يطلع بنفس الشكل ده. وهيطلع بنفس الشكل ده ازاي؟ لما احطه في طاجن بايركس، وهم في ظهر العلبه برضو عاملينه في طاجن بايركس مربى. طب انا ما عنديش هعمل ايه؟ ما فيهاش اي مشكله، اعملي في طاجن المونيا يكون مربع، ادهنيه زيت وحطي فيه الخليط، صينيه تيفال مربعه عشان نوصل لنفس الشكل بتاعنا ده، صينيه المونيا وحطي فيها ورقه زبده بس تكون مربعه علشان تدينا الشكل ده. عايزه تعمليه مدور وتقطعيه زي ما انت عايزه مربع برضو كده زي ما تحبي، بس انا عشان الشكل انا بحب الشكل اكتر، ان انا عايزه انا اقدمها بشكل كويس علشان انا هقدمها النهارده بصوص الكراميل وهقدمها مع الايس كريم. الجو بدا ان هو يحرر، لما نعمل كده علبه خليط دريم بالبراونيز، براونيز من دريم، ونروح عاملينها وحاطين عليها كده كل قطع عليها بولت ايس كريم وتبقى دافيه علشان اول ما تنزل عليها بولت الايس كريم تسيح كده مع صوص الكراميل، صنف حلو في منتهى الجمال. ما خدش مننا 3 دقائق في عمايله، حطينا المكونات على بعض خلطناها نحطها في صينيه. الفرن بتاعنا شغال على 180، يتحط في الشبكه الوسطانيه لمده بالظبط هنقول 20 دقيقه. نمشي على الوصفه صح، خدنا نتيجه مظبوطه. هطلع فاصل، هرجع من الفاصل نصب الخليط بتاعنا ونحطه في الفرن ونشوف في الاخر خالص هنقدم وصفتنا ازاي. شويه صغيرين وراجعين وهتروحوا في اي حته ومستنيكم. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ تعالوا كده نبص على البراونيز بتاعتنا، حطيتها في طاجن بايركس مربع صغير شويه عشان يبقى على قد الخليط بتاعنا. بصوا كده تمام، هنسيبها بقى لمده 20 دقيقه ونشوف بعدها هيحصل ايه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل العيش القطني. يعني ايه العيش القطني؟ يعني هنعمل عيش، بس معروف كلمه عيش ان احنا هنعمل عيش صغير كده وهنبدا ان احنا ناكل بيه. لا انا هعمل رغيف كبير هقطعه بتشكيله معينه وهنبدا ان احنا نشوف يعني ايه قطني، يعني هش زي القطن، نبدا ان احنا نضغط عليه كده وهنشوف شكل تسويته هيبقى عامل ازاي. مقاديره ايه؟ مقاديره ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مقادير العيش القطني معانا هتنزل على الشاشه ومقاديرنا بتقول ان انا معايا ايه. الدقيق حسب الحاجه. يعني ايه الدقيق حسب الحاجه؟ زي ما قلنا قبل كده كذا مره ان كثافه الدقيق بتختلف من حد لحد او من عند من دقيق لدقيق، عشان كده ما بنحطش كميه الدقيق. اهم حاجه السوائل عندي مظبوطه يبقى بعد كده يسحب دقيق زي ما هو. دقيق حسب الحاجه، عايزه كوبايه ميه دافيه، كوبايه زيت سندباد، وكوبايه حليب دافي، اتنين ابيض بيض، وخدت الصفار بتاعه علشان ادهن بيه الوش، وملح، ومعلقتين كبار سكر، ومعلقه كبيره خميره. مقادير العجينه تاني، دقيق حسب الحاجه، كوبايه ميه دافيه، كوبايه زيت سندباد، كوبايه حليب دافي، اتنين ابيض بيض، وهناخد الصفار بتاعه للوش، ملح يعني ربع معلقه صغيره كده ملح، معلقتين كبار من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره. ده مقدار العجينه. نيجي بقى دلوقتي هندهن الوش بايه؟ معلقتين حليب، اتنين اصفر بيض، ورشه قهوه سريعه الذوبان. ما عنديش قهوه سريعه الذوبان ما فيهاش اي مشكله، هنستخدم البيض والحليب. ما عنديش الا صفار البيض والحليب، ممكن ان انا استخدم الحليب بس زي ما انت عايزه حسب الامكانيات اللي عندنا. نيجي كده بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا العجان، ما عنديش العجان ما فيهاش اي مشكله، هبدا ان انا اشتغل بايدي. اهم حاجه السوائل هي اللي مظبوطه. كوبايه زيت، اتنين
ابيض بيض، كوبايه حليب، والمكونات تكون دافيه علشان تنشط لي الخميره بسرعه. معاها السكر، معاها الخميره، وادي الملح، ربع معلقه صغيره كده من الملح، وابدا اخلط ده كله كده مع بعضه، وانزل بالدقيق شويه شويه لحد العجينه ما تبقى ملمومه وطريه عندي. بسم الله. نبدا ان احنا ننزل كميه دقيق ونخلط ونشوف هنحتاج دقيق تاني ولا لا. بسم الله. ننزل الدقيق شويه شويه لحد ما نلاقي العجينه عندنا عجينه نظيفه. يعني ايه عجينه نظيفه؟ يعني مفيش حاجه في العجان. بسم الله. بصوا ملمس العجين عامل ازاي. عجينه طريه قوي، بصوا ما شاء الله عليها، زي ما بيقولوا كده ملبن. بصوا بصوا عجينه فعلا ملبن. كل اللي هنعمله دلوقتي هنعمل ايه؟ هروح جايبه بوله بالشكل ده، وراح حاطه فيها رشه دقيق، وراح حاطه فيها العجينه بتاعتنا كده، واروح لفاها بالستريتش، او عندي فوطه، عندي كيس ثلاجه احطه على الوش، واحط بعد كده من فوقيه فوطه نظيفه، واركنها لحد ما تخمر خالص بالشكل ده كده. واسيبها لما تخمر وارجع بعد كده اشتغل بيها. كل اللي هحتاجه الصينيه المدوره يا شباب لو سمحتوا. ادي العجينه بتاعتنا اهي، وتشكيلها سهل وبسيط جدا، وما بياخدش معانا ثواني، ما بياخدش معانا ثواني. طيب الصينيه المدوره مين طيب معانا منين؟ طيب اقول الو. صباح الفل يا بطله ايهاب. صباح الجمال. صباح الهنا. صباح الهنا، ده انت اللي صباح الجمال. ايه الاسم الجميل ده؟ الو الو سامعاني؟ الو الو سامعاني؟ الو الو انا سامعاكي والله. سامعاني؟ سامعاكي والله يا حبيبتي. الو ايوه سامعاني؟ ايوه شيف نونا. سامعاني حبيبتي؟ انا بحبك جدا. تسلمي لي حبيبتي. قبل اي حاجه بقى انا عايزه اعرف معنى اسمك ايه؟ اسمي اطليهان. اطليهان بالالف. اطليهان. اطليهان مش بطليهان. تمام اطليهان. طب قولي لي برضه معنى ايه؟ اطلي ها؟ انا عاوز اسال على طريقه العمل البرجر. لا قبل ما تسالي على طريقه البرجر انا عايز اعرف معنى اسمك. قولي لي. مش هسيبك لما تقولي لي على معنى اسمك. الو فصل. هو الاسم صعب قوي للدرجه دي؟ طيب سالت على برجر اللحمه.
عيوني حاضر هقول لك طريقه البرجر، بس انا هبحث عن الاسم ده يا اطلع يهان. نورتيني حبيبتي باتصالك. بصوا كده العجينه ما شاء الله عليها عامله ازاي. بصوا كده، بصوا عامل ازاي ما شاء الله عليها قطن. بصوا عشان كده بنقول عجينه قطنيه. بصوا عامله ازاي، يعني ما تستحملوش حتى تمسكوها. بصوا عامله ازاي. هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل رشه دقيق. لا، قبل ما اعمل رشه الدقيق واشكله، قبل ما اعمل رشه الدقيق واشكله هطلع فاصل. قبل ما اعمل رشه الدقيق، انا مش هشكله لما ترجعوا لي من الفاصل، عشان كمان نبص على البراونيز بتاعتنا ونشوف شكلها عامل ازاي. هطلع فاصل وهرجع من الفاصل نبدا نشكل العيش باسهل طريقه ممكنه، ممكن تتخيلوها. شويه صغيرين وراجعين وهتروحوا في اي حته ومستنيكم. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ ما عملناش اي حاجه غير ان احنا جبنا صينيه بقاعده متحركه. مش شرط قاعده متحركه او مش شرط صينيه مدوره، لو عايزاه على صاج وتقدري تشكليه زي ما انا هشكله دلوقتي ما فيهاش اي مشكله. بصوا كده العجينه ما شاء الله عليها ما شاء الله. بصوا انا كل اللي عايزاه اروح عامله كده. بصوا كده بصوا بتتفرد بكل سهوله ازاي، طريه جدا فعلا، يعني اسمع على مسمى فعلا عجينه قطنيه. واروح جايبه السكينه كده واعمل كده. اهم حاجه ان هي من فوق تبقى مفصوله، علشان هتلاقوها تخمر زياده وهتروح مطلعه العلو بتاعها والخميره بتاعتها. بالشكل ده كده العجينه ما شاء الله ما شاء الله عليها في منتهى الجمال. واروح بعد كده حاطه الصينيه واروح قافله عليها. انا ليه فكيت الصينيه؟ علشان اقدر ان انا اقطع بكل سهوله بالسكينه. تمام، عايزه تعملي اساسا على قد الصينيه عندك، لو هي مش بقاعده متحركه ما بتتفتحش ممكن نعملها نقطعها على ورق زبده بره وبعد كده نروح ناقلين ورقه الزبده لجوه. عندي دلوقتي هدهن الوش بايه؟ قلنا بحليب وصفار بيض وقهوه سريعه الذوبان. بنحط القهوه سريعه الذوبان الاول مع الحليب وندوبها كده، وبعد كده نروح نازلين بصفار البيض. ليه بنعمل حاجه زي دي؟ علشان حبيبات القهوه ما تمسكش في الصفار وتبقى محببه معانا كده اهو. عايز تديني صفار بيض بس مع حليب؟ ماشي، ما عندكيش ده كله اعملي بحليب بس. ممكن تحطي مع الحليب رشه بسيطه من البن، بس بسيطه خالص كده. وابدا ان انا ادهن الوش. الفرن بتاعنا شغال على يعني 180 200 زي ما انت عايزه، المهم يكون شغال قبليها بشويه، علشان مجرد ما يدخل العيش بتاعنا نشوف هيستوي هيكون شكله عامل ازاي، وهيكون ملمس العجينه من جوه شكلها كمان عامل ازاي. هنلاقيها ان هي فعلا اسم على مسمى، فعلا قطن كده بالشكل ده. مش هحط على الوش حاجه خالص، انا عايزه ان هو يتساب زي ما هو كده. هنشوف مين. صباح الفل يا يارا. صباح النور. صباح الهنا والجمال على عيونك، عامله ايه؟ حلو. يا رب دايما تكوني حلوه. اموريني. حلوه. يا رب تكوني حلوه دايما. اموريني حبيبتي. انا بحبك قوي. وانا بموت فيكي، تسلمي لي يا رب، ما تحرمش منك. بحبك قوي. وانا بحبك جدا، تسلمي لي. اموريني، ليكي اي طلبات يا يارا؟ لا شكرا. بتسلى تصبحي علينا يعني؟ نورتيني حبيبتي باتصالك، ويسعد صباحك ويسعد ايامك كلها يا رب. نورتيني يا يارا، مع الف سلامه. تعالوا بقى نحط العيش بتاعنا في الفرن ونشوف اخبار البراونيز ايه. بسم الله.
بسم الله الرحمن. صباح الفل يا أماني. ألو ألو معانا؟ ألو حاولي تكلمينا تاني يا أماني، نورتينا باتصالك. البراونيز طلعت أهي، عايزين نختبر مثلا تسويتها. هنجيب عود خلة أو حرف سكينة ونروح مدخلينه من النص ويطلع نضيف، يبقى هي كده تمام. طب أنا دلوقتي مش عايزة أعمل كده، أروح عاملة إيه؟ بصوا مستوية تمام. هنسيبها هنقطعها امتى؟ لما تهدى خالص. ما عملناش منها نسخة عشان انا حابة ان هي لو عملت منها نسخة قبل الهوا هتبرد، مع اني كنت حاطة في دماغي ان هي تكون دافية. ليه دافية؟ عشان اول ما احط عليها بولة الايس كريم يبدأ يسيح عليها كده وينزل ويدوب، وابدأ ان انا احط عليها الكريم كراميل. تمام، هطلع فاصل واسيبها تهدى شوية، ونرجع من الفاصل العيش القطني عندنا في الفرن. هنسيب البراونيز بندرين تهدى شوية، نرجع من الفاصل نعمل ورقة الكبد والقوارص اللي طلبت مني كتير. قلناها من كام يوم، وحبيبتنا اللي طلبتها عملتها وطلعت تحفة، واتصلت شكرتنا مشكورة طبعا ان هي كلمتنا وقالت رأيها فيها. طلبت مني كتير قوي على الصفحة، وقررت ان انا اعملها لكم النهاردة. هنعمل ورقة الكبدة والقوارص بالبطاطس، هنشوفها بعد الفاصل. شوية صغيرين وراجعين، وهتروحوا في اي حتة ومستنيكم. رجعنا من الفاصل، عملنا ايه في الفاصل؟ ما عملناش اي حاجه غير ان احنا بقى هنبدا في وصفتنا. عايزه تعالوا كده نبص الاول قبل ما نبدا في وصفتنا دي، ولا نبدا في وصفتنا؟ نبدا في وصفتنا وبعدين نبص على العيش. نحط الحاجه اللي هتتحط على النار وبعدين نبص على العيش. مقادير وصفتنا ايه؟ احنا هنعمل الكبد والقوانص بالبطاطس او ورقه الكبد والقوانص. كل اللي هحتاجه، عايزه الاول خالص اروح حاطه شويه زيت سندباد كده عشان ادي تشويحه للقوانص لوحدها مع البصل قبل ما احطها في الورقه في الورقه بتاعتنا. بصوا كده، ادي شوية زيت سندباد، هنزل بالقوانص مع بصلاية مفرومة، واديها كده تقليبة مع رشة فلفل اسود، علشان طبعا احنا عارفين ان القوانص بتاخد وقت في التسوية اكتر من الكبد بالشكل ده كده. احط معاها ايه كمان؟ احط معاها معلقه صغيره كده من الثوم، هيديها ريحه حلوه قوي وهي بتتعمل. على ما تاخد التشويحه بتاعتها هعمل ايه؟ هبدا ان انا اجمع ورقه ال حاضر، هبدا ان انا اجمع الورقه بتاعه الكبده. كل اللي هحتاجه، مقاديرنا تنزل على الشاشه. عايزه كيلو كبد وقوانص مفصولين. يعني ايه مفصولين؟ القوانص لوحدها والكبد لوحدها، عشان هدي القوانص تشويحه حلوه كده الاول. مجرد ما تبدا تدخل في السوى نبدا ان احنا نحطها مع باقي المكونات بتاعتنا. تمام، هحتاج ايه معاها تاني؟ بصله مفرومه صغيره دي للقوانص، معلقه كبيره توم هقسمها اتنين، هاخد نصها للقوانص ونص التاني لورقه الكبد. معانا اتنين طماطم مكعبات، اتنين بصل مكعبات، بطاطس مكعبات، فلفل رومي مكعبات، وفلفل حامي مفروم. ده كده تكوينه الورقه بتاعتنا. هحتاج للتوابل ايه؟ مكعبين مرقه، لو مش عايزه مرقه ولا تستخدمهاش ما فيهاش اي مشكله، ممكن ما نحطهاش خالص. معايا ايه تاني؟ زيت سندباد طبعا، مش حاطين زبده ولا سمنه. معانا رشه جوزه الطيب وملح وفلفل اسود. ده الوصفه بتاعتنا. نيجي دلوقتي نقفل ورقه الكبده بتاعتنا والقوانص بالشكل ده. بس برضو يعني الفضول واكلني او قلبي واكلني ان انا لازم ابص على العيش عشان ما يتحرقش مننا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لو كان قاعد اكتر من كده كنت زعلت. بصوا شكله، عايزه ان هو بس يهدى شويه ونبدا نقطعه ونشوف شكله من جوه هيبقى عامل ازاي. سيبه كده هنا يهدى قبل ما نقطعه خالص. نبدا بقى ان احنا نقفل ورقه الكبده بتاعتنا. ادي بصل مع الفلفل الحامي،
مع معلقه الثوم مع الفلفل الرومي، جوزة الطيب، ممكن المكعبين المرقة احطهم مع القوانص كده. كده الملح ده كله هيتحط مع بعض. سبت الطماطم في الاخر خالص علشان انا مش عايزاها تتدعك معايا وانا بدعك الحاجات دي كلها بملح وفلفل اسود. واصبح على امنيه والله صباح الهنا. الو، صباح الخير يا شيف نونا. صباح الجمال على عيونك، عامله ايه؟ الحمد لله تمام، اخبارك ايه؟ انا بخير طول ما انت بخير. كل سنه وانت طيبه، بمناسبه عيد الام، وكل سنه وماما طيبه. يا رب كل سنه وهي طيبه وكل امهات مصر بخير، ما تحرمش منك ولا من ذوقك. ربنا يخليكي، ميرسي على الحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها. ميرسي يا حبيبتي ليكي واتصالك، ما تحرمش منك يا رب، تسلمي لي، يسلم لي ذوقك يا رب. ربنا يخليكي. ومامتي بتعمل، عملت القطايف العجين وكانت حلوه وطريه جدا. هي حلوه وطريه جدا عشان هي اللي عاملاها، تسلم ايديها ويسلم عمرها يا رب. ربنا يخليكي. تسلمي لي حبيبتي، تسلمي لي حبيبتي، ما تحرمش منك يا رب. تسلمي لي، تسلمي لي حبيبتي، نورتيني باتصالك. بصوا كده، دعكت الفلفل الحامي مع الفلفل الرومي مع البصلايه مع جوزة الطيب وملح وفلفل اسود، رحت منزله عليهم البطاطسايه. تمام، القوانص كده معايا بدات ان هي تشد. انا كل ده لسه ما حطيتش الطماطم، بدات ان هي خلاص اهي يا دوب تاخد بقى تسويه البطاطس في الفرن. في اللحظه دي اروح عامله كده، بالشكل ده كده، ما اقلبش كتير علشان ما تتهريش معايا، مش هزود لها اي ميه ولا اي حاجه خالص. كل اللي هعمله هروح مغطياها علشان تبق الميه بتاعتها وتشربها، انا مش عايزه ازود اي ميه. وراح عامله كده، هاجي دلوقتي ادي البطاطس بتاعتنا، اروح حاطه عليها الطماطم. ما حطيتهاش ليه في الاول؟ عشان انا مش عايزه الطماطم بتاعتنا تتهري، مش عايزاها تتهري، عايزاها تفضل مصحصحه كده عشان لما احط معاها الكبد والقوانص تفضل ماسكه نفسها بالشكل ده كده. واروح جايبه الطاجن بتاعنا واغلف بفويل. الفويل يا شباب طيب، على ما نجيب الفويل عشان نحط الطاجن بتاعنا في الفرن هنعمل ايه؟ تعالوا نقطع البراونيز مع بعض كده بعد ما هديت خالص ونشوف هنقدمها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة تقطعيه على ثلاثة طبعا زي ما انت عايزة، انا عملته على اثنين عشان انا عايزة القطعة تكون كبيرة شوية علشان عايزه احط عليها القطعه بتاعه الايس كريم تبقى ماشيه معايا كويس قوي. نبدا ان احنا نطلع كده القطع بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي هنا كده علشان انا عايزه القطعه الكبيره هي اللي يتحط عليها الايس كريم. بص عامله ازاي، ان شاء الله عليها كده. بالشكل ده كده ايه دي الايس كريم بتاعنا اهو.
عايزه بقى ايس كريم، ايس كريم فانيليا، ايس كريم شوكولاته، زي ما انت عايزه. الايس كريم بتاعنا ساح شويه عشان الجو السخونيه، بس انت المفروض ان انت لما تيجي تقدمي تروحي مطلعاه يا دوب من الفريزر على طول وتروحي حطاه كده. عندك بقى صوص شوكولاته، احنا النهارده عاملين البراونيز بتاعتنا من دريم بصوص الكراميل، فهو ده اللي هنحطه على البراونيز بتاعتنا. بالشكل ده كده. تعالى بقى نحط عليها صوص الكراميل ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. ونقدمها وصحتين وعافيه على قلبك يا رب. ادي براونيز من دريم باسهل طريقه وباضمن طريقه، وريحتها وطعمها في منتهى الجمال. طب الفويل يا شباب، انا عملت البراونيز على ما يدخل لي الفويل. طيب انا دلوقتي ما عنديش فويل، هعمل ايه؟ هلغي الوصفة؟ لا طبعا مش هلغي الوصفة، هعمل كده. بصوا الكبدة يا دوب مسكت اهي نفسها، ما بقتش طرية. بصوا لما غطيناها بكت المية بتاعتها ازاي. هروح عاملة كده. وادي البطاطس بتاعتنا بالفلفل بالطماطم بكله، ونروح حاطين عليها شوية زيت سندباد. واجي هنا كده، طبعا بقى دلوقتي اهو ما عنديش فويل، فمش هينفع ان انا هقدمها في طبق تاني، فعايزة احطها بشكل على اساس ان هي لما تطلع من الفرن تتقدم بنفس الشكل بتاعها. واروح عاملة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. النص بالشكل ده كده عشان تبقى البطاطس والفلفل بالالوان الجميله بتاعتنا دي باينه على الحروف. واروح حطاها في الفرن لمده نص ساعه او لحد ما تستوي معانا الكبده بتاعتنا، او لحد ما تستوي معانا كمان البطاطس. استوت معانا البطاطس يبقى احنا كده ضمننا ان الوصفه بتاعتنا وكل المكونات اللي فيها استوت. هحطها في الفرن على درجه حراره 200 لمدة نص ساعة، وابدأ أشوف التسوية بتاعتها عاملة ازاي. وأول ما تطلع أروح عاملة لها فحماية، وأروح كتماها بيها أو بفوطة أو بورقة فويل عندنا نكتمها بيها عشان تاخد طعم الشوي. عايزة بقى أفتح على العيش قبل ما نطلع الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نفتح على العيش ونطلع فاصل على طول. تعالوا بقى كده نقطع منه قطع. بصوا بصوا، ده اللي بيخليني اقول عليه ان هو قطن. بصوا قطعة واحدة كمان اهي، ريحته هايلة، ما خدش معانا وقت. العجينة في منتهى الجمال، العجينة هي ملبن فعلا. هطلع فاصل. هنعمل ايه في الفاصل؟ مش هنعمل اي حاجة، نرجع نشوف الطلبات اللي اتطلبت مننا
ونشوف الكبدة والقوانص بتاعتنا هنقدمها ازاي لما تطلع ان شاء الله، ونعمل لها الفحمية شوية صغيرين وراجعين، وهتروحوا في اي حتة ومستنيكم. رجعت من الفاصل، عملنا ايه في الفاصل؟ بصوا الايس كريم بقى بدا يسيح وبقى ايه شكله فظيع. عملت ايه في الفاصل؟ ما عملتش اي حاجه غير ان احنا جبنا الرز اللي بالشعريه اللي هيتقدم مع الكبد والقوانص بالبطاطس. اثبتي بقى. احنا قدامنا قد ايه يا جمل؟ خمس دقايق. طيب تمام. ممكن نجاوب فيها على اسئله جات لنا على ما الطاجن بتاعنا اللي في الفرن. طبعا هو مش هيلحق ان هو يستوي، واديني بقول اهو مش هيلحق ان هو يستوي، علشان حبايبنا اللي ما تابعوش الحلقه من الاول وما سمعونيش وانا بقول ان هو مش هيلحق يستوي، ممكن يقولوا الطاجن ني والطاجن فيه حاجه. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ده شكل الطاجن بتاعنا اللي هيطلع، اللي هو البطاطس او ورقه الكبده والقوانص بالبطاطس بالشكل ده. بنعمل الفحميه وبعد كده بنروح مختارين اي مكان هنا كده نوسع له، ما عنديش ورق فويل، بروح جايبه قشره بصلايه غسلاها ومنطراها كويس قوي او انشفها، او لو انا هحطها في بوله او في طبق كده المونيا صغنن واحطه في النص واروح حاطه فيه الفحميه، يا اما احط قشره بصل واحط فيه الفحميه، ومعلقه زيت من على الوش كده واروح قافلاها باي فوطه ولا باي فويل، هتطلع معايا زي الفل. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، اتمنى تكون نالت رضاكم. اسيبكم النهارده في حفظ الله، لبكره او في ايامكم كلها اسيبكم في حفظ الله. بكره هيتجدد لقائنا مع حلقه، بكره الاثنين حلقه حلوه قوي ان شاء الله تنور رضاكم، وان شاء الله اكون دايما عند حسن ظنكم. اسيبكم في حفظ الله واقول لكم السلام عليكم.